سلام غاليتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخي مطبخ وتدابير ام ميساء. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم غادي نديرو بعض التحضيرات للشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، ونقولوا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي. هنايا هذه التحضيرات عليها نديروهم، كاين تحضيرات اللي نديروهم انا كاع العام نخدم بهم، وكاين بعض التحضيرات اللي نحضروهم عندهم موسم ويروحوا، كيما الليمون عنده موسم ويروح من بعد يولي غالي. هنا لي فخاس فاني، كاين بزاف صوالح تشينا اللي عندها موسم وتروح فيه، وصوالح اللي يكونوا مدار العام يعني طول السنه انا ندير لهم بعض التدابير باش يسهلوا عليا في الخدمه. اليوم غادي هذا الفيديو ندير لكم تحضيرات تاع رمضان ان شاء الله، كيفاش نكونجلو، ولا نوريكم بعض لي زاستيس، وندخل لكم ثاني شويه تدابير معاهم. بلا ما نطول البنات، اول حاجه راني غادي نبدا لكم بها هي الفراوله. هنا الفراوله مين تشلوها تبغوا تكونجلوها، انا الطريقه تاعي ما نكونجلهاش حبات صراحه. هنا نشوف بزاف الاخوات يرمدوها في السكر ويديروها في ان بلا كي تسكونجلا عاد من بعد مين ديكونجلوها ما تعطيناش نتيجه. انا جربتها وما عجبتنيش، مي كي جربت هذه الطريقه بغيت نوريها لكم. هذا بقات لي قلت نوريه معكم من العام اللي فات، درت هذه الطريقه. شوفوا هنا البنات، الحاجه توجور كي تكون كونجلي ما تقعدش محافظه، مي عندها راه باقي فيها لوغو، وشوفوا السيرو راه قاعد كيما هو. تبغوا ديروها في لا سالاد دو فروي، تبغوا ديروها في لي تارت تاعكم، احسن من تكونجلوها حبات. على ذيك بغيت نعطيكم هذه الفكره. دوك نقول لكم البنات طريقه سهله. اول حاجه غادي نبداها معكم التدبيره الاولى في لي فخيز. هنا شوفوا البنات كي قلحت لها هنايا، شوفوا ها هو، بغيت نوريكم هذا التدبيره كيش تقلعوا العود هذاك اللي يجي في الوسط تاع لي فخيز بلا ما ضلوا تقسموا في الحبه وكاع اللي يبغي يحتفظ بها هكا حبات. نقبضوا الاليق، تكون عندكم لاباي، ولاباي تكون شويه سوليد ما تكونش من هذيك لاباي اللي جايه فخاجيل. نقبضوا الحبه تاعنا توجور لي فخيز مين نبغوا نكونجلوهم البنات، نغسلوهم مليح، نقطروهم ونشفوهم بالبابيي بابيي كويزين تاعنا، نشفوهم به على خاطرش ما يليقش يكونوا مندين. نقبض هنايا، ندخل هكا لاباي تاعي حتى تخرج لي. شوفوا هنا البنات الطريقه تخرج هنا الحبه ها، وهنايا تحصلنا هذه التدبيره الاولى اللي بغيت نوريها لكم في الفخاز تاعنا باش كي نقسموه يجينا ساهل وما يغبلوناش هذوك الورق. دروك ش ندير؟ نطرفه هكا دي بتي دي المورصويات لكم باغينهم تطرفوه، ومن بعد نذري عليه السكر ونخليه حتى من يطلق الماء تاعه. هادو لي ساشي تاع الكونجولاسيون، واللي عنده دي بتي بواط يدير لا كونتيتي اللي محتاجها. انا غادي ندير هنايا في الساشيات كي من هكا، اكل وريكم بعد من الطريقه، ونلوي الساشي وندير هنايا قد زوج ولا ثلاثه كي من هاك حتى الربعه، ونبلع عليهم وفي الحاجه تاع الاستعمال نجبدهم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره هذه اللي عطيتها لكم، التدبيره تاع الفخاز والطريقه هذه احسن من اللي تجمدوها حبه وحده. جربوها البنات ان شاء الله غادي تعجبكم. هنا البنات قطعت غير الكميه اللي باغي نشاركها معكم، مازال نكمل من بعد كاع الكميه الاخرى. ودرت هنايا ثلاث مغارف ربع مغارف سكر. هنا السكر ما عنديش مقدار معين نديره، هنا السكر يحافظ عليه او ميم طون نخليه يطلق لو جو تاعه كي من هذا. شوفوا هنا البنات كي راه تحسبوه كونفيتور وهو غير كي قعد في الكونجيلاتور. هنا دروك كي يطلق السيرو تاعه نديره في لي ساشي ونديره في لي بواط تاعي، وغادي نعطيكم لي يبغي يكونجلي هكا حبات شا يدير. يليق لافخيز الحبات على لافخيز تاعنا تكون ناشفه وما نقلعولهاش هذا،
الراس تاعها كيما راهي هاك، نرمدوها في السكر، نديرو ان ساشي في البلا ونستفوهم وندخلوهم في الكونجيلاتور، من الحبة تاعنا تجمد تتكونجلا نقلعوهم قاع ونديروهم في ساشي وندسوهم. كاين اللي يبغي يدير ديكور حبة كاملة، هذه بالنسبة اللي يديرها حبة كومبلي، وهذو نستعملوهم. البنات سمحوا لي اليوم غادي نصدع لكم راسكم بالهضرة، مي غادي نوصل لكم المعلومة على أصلها. هنايا هادو ديروهم دي جو، مين تبغي ديري جو تجبديه تصبيه واجد تطحنيه، دي سالاد دو فروي راني دايره في القناة تحليات تاع الباناكوطا تاع بزاف صوالح، لاموس دو فخيز تصيبوهم واجدين. سي بون ان شاء الله تكون وصلتكم الفكرة تاع الفخيز وكيفية تاع التجميد تاعه، نروحو لفكرة اخرى ان شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات هنا الخبز راه متواجد معايا، هذه التدبيره راني دايرتها لكم في القناه، هنا راني دايرتها في الفيديو الاول كاع كي حلينا القناه. كاين هذوك هذو لي فيديو البنات المشتركات الجدد اللي دخلوا معنا مازال ما وصلوهمش، انا ان شاء الله نعاود معكم بعض التدابير ومنها تحضيرات. البنات هذه التحضيرات كاع اللي رانا نقوموا بها توفر عليكم الوقاف كي نقولوا حنا والجهد. انا كي يبقى الخبز نقبضه نحمصه مليح مليح يتحمص في الفوغ باش ما يديرناش البنه، انا ندير الكونتيتي ها هما نطحنه بالكونتيتي وندسه في الكونجيلاتور يقعد عادي ما يطلق ما يدير بنه ما يدير والو. هذا الخبز المرحي راكم تسحقوه بزاف، انا نديره في الـ 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 خبز تونس نستعمله في لي بابا راني حاطتهم معاكم فاني بزاف صوالح نستعمل بيهم. هاد لا شابلور هذه اللي نديرها في الحاجه الحلوه نخليها هاكا سامبل كيما هاكا، ونقلع كونتيتي اللي نسحقها واللي ما نسحقهاش نديرها نبلعها هاكا بالقطا وندخلها في الكونجيلاتور، ومما نسحق كميه نجبد على حساب شابغيت. دروك شندير هاد الكميه باغ اكزومبل، عندي هاد الكميه راني باغي نديرها للمملحات، نرمد فيها معقوده ولا نرمد فيها نديرها في الكفته ولا في الدجاج ولا شندير نتبلها. دروك ديجا باش ما تجيناش صامطه نتبل الخبز تاعي، ديجا قلت لكم البنات راني دايرته في القناه، وندير الكركب وندير فلفله حمراء وندير الثوم مغرف مغرف كاع صغيره تاع قهوه على حساب لا كونتيتي اللي يكون عندكم، وندير سكن كبير ونحطهم في لاشابلور تاعي ونخلطهم مليح 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 حتى يدخلوا هذوك المكونات كاع مع بعضها. هنا البنات باش مين نديروا لاشابلور قلت لكم في الفيونداشي ولا اي حاجه تاع طياب ما تجيناش صامطه، ما نديروش غير الملح باسكو لاشابلور ديجا مالحه، ونعمرها في البلاره. شوفوا البنات نعطيكم فني هذه التدبيره اللي مدتها لكم، البلاره اللي تعمروا فيها يليق تكتبوا فيها باللي راه خبز متبل يعني فيه التوابل، لخاطر شوفوا من هذوك التوابل كاع ندخلوهم فيه في هنا في لاشابلور تاعنا ما نفرقوش بينه وبين الخبز العادي. سي بون ها هو تاع المتبل هنايا الخبز المتبل يعني اللي نديرها فيه التوابل، عمرته ونبلعه ونكتب فيه. شوفوا ما فيهش الفرق بصح اللي قلنا ان هادو تاع لي بخي، هادو البنات هادو اللي يديروا فيهم لي بخي انا دائما نشيهم المكتبه ومن نسحقهم نكتب فيهم ونوخرهم باش ما نغلطش في الحاجه. وها هو العادي باش ما نضلش كاع هذيك البورت مونجي كبيره غابنتني، نقلع من هذه ونستعمل ولا شويه كبيره عليها، المهم باش نفرق بيناتهم. وهذه التدبيره تاع الخبز المرحي ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. دائما البنات رانا مع التحضيرات، هنايا هذه تشينا غادي نهضروا شويه عليها. التشينا دروك عندها موسم وتروح، شنديروا البنات هذيك التشينا اللي تكون رخيصه وتكون جلفتها رقيقه ماشي اللي جلفتها خشينه. ديجا راني قلت لكم دايرت لكم الفيديو تاع العصير التركي وراني عطيتكم هذه التدبيره، اللي بغيت نلمهم لكم في هذا الفيديو، واللي تبغي تشوف لي فيديو يعني بالديتاي تدخل للفيديو تاع العصير التركي. هنايا 3 حبات 4 حبات تشينه صغيره وتكون الجلفه تاعها البنات رقيقه، انا ديجا راني مكونجلتها. تقطعوها هاك تقطعوها قطع صغيره، انا ما كانش متواجد معايا الليم،
اللي من ديجا راني دايرتكم فاني فيديو عليه، الكيفية على الاحتفاظ تاعه في الثلاجة من تحت، وكيفاش نتحصلوا على المبشور بكمية كبيرة، ولي نعصروه نديروه في هذوك لي مول سيليكون وندسوه. ثاني راني حطيته في فيديو مفصل. انا يا دروك شنو ندير، غادي نقبض الليم مام الليم اللي تكون الجلفه رقيقه، علاش؟ خاطرش غادي كي نطحنو في العصير تاعنا نطحنو كش الجلفه بكاع، الوغ كي تكون الجلفه خشينه العصير تاعنا يجي مر. على هذيك نحوسو الجلفه اللي تكون رقيقه. كل هنايا ثلاث حبات ربعه تشينه، الا كانت حبه تاع الليمون كيما هاك صغيره ندير غير نصها، والا كانت ليمونه صغير على هذا الحجم ندير حبه مع كل كميه. انا دروك راني غادي نقطع هذا الليمون ونوريكم الكيفيه. شوفوا هنايا سي بون قطعته، وهذا هنايا الجلفه البيضاء اللي تجي في الوسط اللي قلها تنقلع، والعلفه الثانيه اللي قلها تنقلع. وهنا شوفوا التقطع كاني مقطعته شويه رقيق، ونقعدوا نقسموا فيه هو ثاني كيما هاك. ومن بعد ندير كل كميه نديرها، باغ اكزومبل ندير هذا الكميه كاع نديرها في البابي فين، ونحطها مع كميه من البرتقال. مين نبغي نطحن نطحنهم كاع في رحبه. ها باغ اكزومبل ندي هذه الكميه صايت وفيلي بالغرض الكونتيتي وحده كي من هذه. هذه غادي نديرها في البابي فين ونحطها مع هذه مع هذا الكونتيتي تاع تشينا، ومين نبغي نطحنهم نطحنهم في رحبة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا التدبيره. سي بون هنايا شوفوا كل كميه تاع برتقال حطيت معها هنا كميه تاعها تاع الليمون هكا، ونديرهم كاع وحده فوق وحده ونديرهم في اون بواط ونديرهم في الكونجيلاتور. هذا بالنسبه للجو العصير التركي، ويمد لنا البنات كميه كبيره بزاف، وراني دايرته في القناه. وانايا توجور كي نكمل ونبغي نقدمه نطحن مع حبه بنان يجي روعه. ها هما لي فخاز تاعنا كي من هاك، وغادي نزيد ندير هنايا يكفي لي المكان باش ندير. شوفوا ها هو طلق السكر، هذاك السكر طلق لو جو تاعه، هنا يكفيني المكان باش غادي نزيد هنا ندير الكميه الاخرى اللي بقات، ونبلعهم وندير وحده فوق وحده وندخلهم تاني في الكونجيلاتور. وها هو الخبز المتبل تاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم فاني هذا التدبيره. وهذا الليمون راني غادي نديره كيما راني حطيته لكم في القناه، راه في فيديو مفصل ان شاء الله تدخلوا وتشوفوا باش تستفادوا. دروك غادي نوريكم فاني استيس واحده اخرى تاع الفرماج غابي. ودروك البنات نولو للتدبيره تاع الفرماج تاعي ثاني كيش نحتفظ به. انا كيما الفرماج وهذاك ثاني البنات راني حاطه فيديو مفصل كيفاش نحتفظوا بالطماطم في المجمد. ثاني هذوك راه من بين التحضيرات، كاين دي فيديو ني دايرتهم مانيش باغي نكرر، وكاين اللي كررتهم لكم كيما هذا الفرماج فاني راني حاطته مي كررته هو ولا شابليغ وكاع. معليش البنات اللي دخلوا معنا جدد يستفادوا، يقول لك في الاعاده افاده. الطوماطيس فاني خدمتها بنفس الطريقه اللي حطيتها لكم، خدمتها وراهي تسهل عليا البنات تقوني المهام. سيبها واجده نجبدها خمس دقائق نكون كما يقول لك كملت المهمه تاعي. دروك شنو ندير؟ اول حاجه لاغاب تاعي نقبضها. شتو البنات من نقعدو نرابو هنا الفرماج ولا الدهان ولا يحصل لنا. اول تدبيره اللي عطيتها لكم اللي هي ندهنوا لاغاب تاعنا بالزيت. دوك كي ندهنوها بالزيت تشوفوا البنات العمليه سهله. الفرماج اللي عندي انا نشري بالكونتيتي هذه، قلت لكم ما نديرهاش غير في رمضان، على مدار العام نخدم كي من هاك نشري كونتيتي ونخدمها كي من هاك وندسها، صدقوني تسهل عليا الخدمه. هنا توجور كيما قلت لكم هذا ما ديجا وريته لكم، الفرماج هذا اللي نخدم به هو نابولي. البنات اللي يبغوا يعرفوا ش هي النوعيه انا نخدم به يعجبني بزاف. نقبض هنايا المورسو تاع الفرماج تاعي ولا راب راني دهنتها بالزيت، ونقعد. شوفوا البنات هنا لاراب تاعي ما حصل لي فيها لا فرماج لا والو، وكي راهي هود نقبض لا كونتيتي كي من هاك حتى نكمل كاع الكميه ونديره في الكونجيلاتور. صدقوني البنات كي تجبدوه من الكونجيلاتور يقعد لكم مده اطول، كي تجبدوه تحسبوه جديد. مي كونترير كنت او كونترير كنت كونجلوه دي مورسو كي من هاك
كنت تجبدوه وتقعدوا ترابوا فيه يقعد يتفتت. انا هذه جربتها، على هذيك راني نقولكم. الوغ انا هذه تفيدني دروك هنايا، يعني نكمل كاع الكميه ونديرها في لي ساشي ونوريها معكم. شوفوا البنات، ها هي الكميه، هذيك غير 20 ميل. هذا الفرماج يعجبني، مام كيذوب، ما يجيش كما هذوك الفرماج. كاين انواع تاع البيتزا كيذوب يولي كي البلاستيك، هذا لا او كونترير. وشوفوا الكميه اللي عطاها لي، وشوفوا لا غاب من درت لهذيك لاستوس تاع الزيت، ما غبنتني هذه، ما غسلتها ما والو، كيما غربت فيها راهي. دروك شان ندير، نقبض هذو لي ساشي تاع الكونجيلاتور وندير الكميه كي من هاك. ديروا فوق لي غراتان، ديروا تخدموا به لي صوص فرماج. الكميه باغ اكزومبل اللي تبغوها، انا ندير هذه الكميه هكا وندير وحده اخرى ونكملهم، وتوجور في البورت مونجي وحده فوق وحده ونجبدهم. وصدقوني البنات هذه الطريقه عمليه بالبزاف، انا يا راني توجور نديرها كما يقول لك، صبت روحي عليها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا التدابير تاع نهار اليوم. ونولي البنات للبرتقال. التدبيره تاعنا الاخرى هي هنايا نجمو لا بودغ تاع التشينا ولا لو زيست تاع التشينا، مي راه لو مومون تاعها وكي ترخص ان شاء الله ديروا بها كميه كبيره ودسوها في اون بواط. هذه ما تكونجلوهاش لخاطرش غادي يبسوها. هنايا البنات ها هي انا ساعه ساعه يليق تيبس مليح مليح، ونقبضو ونطحنوها. انا كنت ها هو دروك كنت طحنت هنايا، وكي طحنت صفيت. ها هو البنات ها هي صفيت هذا مما نطحن، نصفي ونعاود نطحنها حتى نتحصل على كميه نديرها في بقاله ولا حاجه ونبلع عليها ونستخدمها في وقت الحاجه. والتدبيره الاخرى ثاني اللي غادي نعطيها لكم هي تشينا من نقوها البنات، الا نقوها بهذا كي تنقوها شوفوا هنايا هذيك الجلفه البيضاء ما نقلعوهاش، نقوها به، نقلعو غير ذيك الجلفه الفوقانيه ساعه ساعه هكا وخلوها تيبس، يبسوها مليح من بعدوها عند الشوفاج ولا في لوفور تيبس مليح مليح. مين تيبس طرفوها طرف صغار وطحنوها، مادامها تيبس مليح مادامها تساعدكم في الطحين، وتشكلوا وتتحصلوا على كونتيتي مليحه. شوفوا هنايا هذه لا بودغ والريحه تاعها البنات صدقوني راها تعطر هنا في كيما يقولوا راهي دايره حاله. ان شاء الله نكون فدتكم بهذه التدبيره الى تدبيره اخرى ان شاء الله. وكما قلت لكم البنات بالنسبه للعصير تاع تشينا ثاني تنجموا تحتفظوا به، تعصروا كونتيتي وديروها توجور في لي مو سيليكون ولا في الكيسان جوتابل، وديروها في الكونجيلاتور وكي تتكونجلا تدسوها في الوقت الحاجة، تصنعوا لي جي ولا لي فلون ولا اي حاجة تتطلب جو دورانج بيغ، تجبدوا هذيك الجو تاعكم. وغادي نزيدكم هنا غادي البنات في هذا الفيديو تاع تحضيرات رمضان، غادي نزيدكم غادي نحط لكم هذه التدبيرة، هذه البودرة تاع تشينا، بودرة تاع تشينا طبيعية 100%. راني ندير في راني نديرها هذه ماشي زاست لا بودغ، هنا تشينا راهي يابسه، راني نديرها في الكحك في لامونا في لي غاتو سيك، تجي رائعه. تنجموا نفس غادي نحط لكم الفيديو هنايا في رحبه، تنجموا نفس الطريقه ديروها لليم فاني تيبسوا الكشور تاعه وكاع. ديجا راني حاطه لكم كي ديروه زاست، مي تتحصلوا عليه هكا بودر غبره. نفس الطريقه اللي ديروها للتشينا تنجموا ديروها لليم وتطحنوهم وديروهم في بواط وتبلعوا عليها وتخدموا بها البنات، راهي تمد لكم بنه رائعه ان شاء الله. البنات شوفوا قبل ما نختم الفيديو، هذه هي الكميه اللي مدها لي الفرماج. شوفوا هذيك حسبه تاع 20 ميل، عاد راني مستعمله منها، طاتني هذو لي ساشي. خير ما تشرو هذاك ساشي غير واحد ما عادش حيدير 15 ميل ولا ما على باليش، المهم انا نخدم غير بيه. شوفوا هنا طاني كميه وتدبيره رائعه. ان شاء الله البنات ما نكونش طولت عليكم في الهضره، خاطرش نبغيكم تستفادوا معايا ويكون عجبكم هذا الفيديو تاع تحضيرات رمضان ان شاء الله. يا ربي يدخل علينا بالصحه والهنا. وغادي البنات اذا عجبكم هذا الفيديو خليتوهم لي في الكومونتير، راه مازال لي تحضيرات واحده اخرى ان شاء الله نشاركهم مع خواتاتي. اي حاجه نعرفها تسهل عليا الوقاف وتسهل عليا طريقه العمل
ما ندسهاش عليكم البنات، نبارطاجيها معكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. ما تنسوناش بالجام البنات، تفرجوا الفيديو ديروا لنا جام، ما تبخلوناش، انا ماني نبخل عليكم حتى معلومه، نتوما ثاني ان شاء الله ما تبخلوش علينا لي جام. سلام، الى فيديو لاحق ان شاء الله.